الرجل ما له علاقة بالموضوع. لما تكون الست كويسة وطيوبة وأخلاقها وتربيتها بالبيت وأسرتها متفقين ما بيصير طلاق. أسباب اقتصادية، ارتفاع الأسعار ومستوى الفقر والبطالة، كل دي أسباب. أسباب اجتماعية بتشمل عدم حسن الاختيار، وان من الاول الزوجين ما بيخشوش مع بعض بطريقه واضحه وصريحه. بين الخلافات بين الزوج والزوجه بتبقى مشاكل من الاسره نفسها، وفي ناس بتبقى معدومه الضمير بتتدخل في اشخاص وبتدخل في حاجات بتخرب البيوت. زوج بيبقى عليه ضغوط في الشغل فما بقاش مستحمل ان هو يروح ويستحمل مراته وكده، وهي برضه بيبقى غصب عنها، وبرضه بيبقى سبب مشاكل الاهل، يعني اهله بيضغطوا عليها وهي ما بتبقاش برضه، بس لازم يكون في تفاهم وكده. الايام ديت المشاكل الزوجيه بين الزوج والزوجه كترت بشكل كتير جدا، ودي ترجع لكذا حاجه، يعني ترجع لظروف الحياه، ان الزوجه بقى عليها ضغوط، الزوج عليه ضغوط، فبتحس ان الاثنين ما بقاش مستحملين بعض. حتى لو واخدين بعض على حب، بس كان زمان الحب وكلام ده، دلوقتي بقى كله زواج تقليدي. الحياه في مصر فيها ضغوطات كتير، ده بينتج عنه ان الزوج مثلا بيروح البيت ما بيبقاش طايق نفسه، ما بيبقاش طايق حاجه، الزوجه برضو قله القرش، ممكن العوامل الماديه، ده كله بيأثر. من اكتر الحاجات اللي بتأثر ما بين الزوج والزوجه. السبب الرئيسي هو الحياه الماديه بتاعتنا اصبحت صعبه، الضغط النفسي من الحياة المادية أصبح على عاتق الشباب كتير جدا، يعني مش يعني انت عندك نسبة الطلاق في السن الصغير بقت أكتر من السن الكبير. يعني لو كل شاب من دول عارف إمكانياته وعارف هيمشي إزاي وعارف هياكل إزاي ويعمل إزاي، الأمور هتبقى كويسة وكل حاجة. اختلاف التربية في وقت من الأوقات، منها إن الشاب ممكن يستعجل في إن هو يختار شريكة حياته، يبقى باصص الموضوع من زاويه معينه، ما بيبصش لكل الزوايا. بيجوزوا الشباب الصغير بسرعه، ما بيدولوش الفرصه ان هو مثلا الاول ياخد طريقه ويتعلم ويخلص تعليمه، البنت تتعلم، يدوهم برنامج على يعني على ان الـ الناس دي ازاي هتبقى مسؤوله عن بيت.